المهدي علم تقوى وسطية أخلاق. ترقبوا في الساعة 9 مساء البث المباشر لمهرجان 26 المهدي علم تقوى وسطية أخلاق، والذي تقيمه هيئات الحرب والشؤون المهدوية ومشروع الشباب المسلم الواعد، وتحت شعار الراب والشور يصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي، وبمشاركة نخبة من الذاكرين والرواديد من الأشباب والشباب. وسيتضمن المهرجان أمسية قرآنية تحت شعار التربية المهدوية في رحاب القرآن. الحلة الجمعة 25 من رمضان عام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.